أحبطت الإدارة العامة للجمارك إدخال ما يقارب 17 كيلوغراما من مادة الشبه كانت مخبأة داخل شحنة مواد غذائية تتضمن أكياس رز وردت إلى جمارك منفذ ميناء الشويخ وردت من إيران. الجمارك في بيان لها ذكرت أن الضبطية الجديدة جاءت في أقل من 24 ساعة من إحباط رجال الجمارك الجوي محاولة مماثلة لتهريب مخدر الشبه كانت مخبأة في صناديق شوكولاتة مرسلة من إيران كذلك.